زيادة المصاروف وزيادة كثرة المصارف بالحوالات التجارية راح تخدم الأسواق المحلية. بدينا أول خطوة إحنا بلجنة دعم الدينار العراقي بالعمل بحث التجار إلى الحوالات من قبل المصارف، لكن ما لقينا بصراحة من المصارف بحد ذاتها تسهيل بالعمليات، لأنه هم أساسا مثل ما تفضلتي يفرضون شروط، هذه الشروط التعجيزية هي اللي قاعد تتعب التاجر، هي اللي قاعد ما تخلي التاجر يلتجئ للحوالات. تأخير الحوالة، يعني كان التاجر العراقي يحول الحوالة بعشر دقائق هواي. هل يتم الاستفادة من تأخير الحوالات؟ بالعكس، أذية أذية للتاجر، لكن الجهات المستفيدة من تأخير الحوالات تستفيد منها أي جهة؟ لا طبعا ما مستفيدة، لكن هنا أنا المشكلة، يعني هسه احنا الدولة العراقية ليش ما تقدر تضبط إيقاع توقيت الحوالة توصل بوقتها؟ ست مهمة بالنسبة لهم، مثل ما تفضلتي يفرضون عليهم شروط بأنه يأكد الحوالة، مين طلعت الحوالة، مين اجت الحوالة، شنو الكمية اللي دخلت، مع معلومات التاجر الموجودة، حتى التاجر يشتغل بالتجارة خلينا نقول النظيفة.